السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبتنا الأعزاء، المرحلة الثالثة، قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية للمادة الإلكترونيات القدرة. بالمحاضرة الأولى أخذنا تعريف عن إلكترونيات القدرة، أدفانتج الإلكترونيات القدرة، ديس أدفانتج، وصنفنا دوائر الكترونيات القدرة الرئيسية الى 4 تصنيفات. قلنا الريكتيفاير اللي يحول من الاي سي الى الدي سي، والانفيرتر اللي يحول لي الباور من دي سي الى اي سي، والمقطعات الدي سي تشوبرز اللي تحول لي من دي سي الى دي سي، والريجوليترز اللي اي سي فولتج controlled convo cycle اللي يحول لي من اي سي الى اي سي. اليوم راح نبدي بالريكتيفاير موديل اللي هو راح يصنف الى سينجل فيز وثري فيز. ريكتيفاير اكو عندنا سينجل فيز وعندنا ثري فيز. بالسينجل فيز عندنا هالف ويف وفول ويف، وايضا بالثري فيز ايضا عندنا هالف ويف وفول ويف. وطبعا الهالف ويف راح تكون كونت ان كنترولد وكنترولد، والفول ويف اكو ان كنترولد كنترولد وسيمي كنترولد. طبعا بالثري فيز ايضا هالف ويف ان كنترولد كنترولد، والثري فيز فول ويف كنترولد، واكو 3 phase semi controlled ايضا عندنا. وطبعا اكو عندنا اشياء اخرى اللي هو اللود، اللي هو مرة راح يكون عندي R و L و R و L، واكو عندي R و L free wheeling diode، وعندي اذا مقاومة وياها باتري، هاي رمزي لها بالاي، واذا مقاومة وياها ملف وباتري. طبعا الدوائر راح ناخذ تقريبا 90 الى يعني 90% من هذه الدوائر راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات القادمة. اليوم راح نبدي هذا، هنا راح ناخذ ريكتيفاير سينجل فيز هالف ويف ان كنترولد. ريكتيفاير سينجل فيز هالف ويف ان كنترول، مرة مقاومة مرة مقاومة وملف. هذه هي دائرة single phase half wave rectifier in controlled in controlled، لأن هنا أني عندي دايود، وإحنا قلنا إنه الدايود واحنا انه قلنا انه الدايود مجرد اطبق عليه الفولتيه راح يكون بانحياز امامي، فراح يبدي يشتغل without gate. قلنا الثايرستر راح ايضا ناخذ الثايرستر اللي هو اذا وضعناه هنا، هذا الثايرستر راح يكون controlled، بينما الدائرة هنا ان كنترولد لان موجود هنا الدايود. فلو نشوف هنا بعدين راح نشوف اذا كنترولد الدائرة شلون تتغير. فهنا عندنا مصدر اي سي ريكتيفاير، مصدر اي سي، الانبوت مالتي اي سي، الاوتبوت مالتي راح يكون دي سي. راح نشوف شلون الاوتبوت راح يكون دي سي. هذه محولة ايزوليشن، ممكن ان هنا لها نسبة تحويل، ممكن ان نسبة التحويل تكون 1 الى 1، هنا لان احنا قاعد نشرح موضوع جديد فنسبة التحويل نقول عليها 1 الى 1، يعني هنا ال V source راح تكون نفسها هنا هي ال V source. فلو قلنا انه الموجب سالب الموجة مالتي اي سي، فهذه الموجة مالتي اي سي قاعد تشوفها، كل نقطة بالموجب إلها نقطة مماثلة بالسالب. فحاليا راح ناخذ الموجة الموجبة، راح ناخذ الموجة الموجبة. فإذا الموجة موجبة راح يكون هنا للأنود موجب وللكاثود السالب، للأنود موجب للكاثود سالب.
فهنا راح يكون عندي انحياز امامي، يعني هنا راح يكون الدايود شورت سيركت. الدايود شورت سيركت راح يخلي لي الفولتية هنا، الباور هنا الموجودة تنتقل لي الى اللود. يعني هذه الباور الموجودة الموجبة، الفولتية الموجبة راح تتحول لي الى فولتية اللود. طبعا تتحول مساوية لها على اعتبار انه الفولتج دروب هنا على هذا الدايود هو زيرو، فراح يكون ال VS يساوي لي ال V load او ال V output. من تأتي الموجة السالبة، يعني هسه هاي من الصفر للباي الموجة الموجبة، من الباي الى 2 باي الموجة السالبة. من تأتي الموجة السالبة راح يكون هنا الإشارة سالب، هنا الإشارة موجب، فالدايود راح يكون انحياز عكسي، يعني open circuit. فإذا open circuit الفولتية اللي موجودة هنا راح ما تتحول لي للفولتية اللود، يعني هاي الفولتية الموجودة كأنبت ما راح تروح لي للود، لأن هنا الدائرة صارت open circuit. فهذه الفولتية، هذه الفولتية اللي هي مالت الانبوت السالبة ما راح تروح لي الى فولتية الانبوت، فيساوي لي هنا الفولتية صفر، لان يعني ما موجودة اي فولتية من الباي الى التي. بعدين تتكرر هاي الحالة مرة موجبة مرة سالبة الى ان حسب التردد مالتك. الفي لود هي هذه، الاي لود الفولتية الموجودة تقسيم المقاومة. فالآي لود هو الفولتية، هاي الفولتية تقسيم المقاومة راح ينطيني الآي لود. إذا أريد أرسم الفولتية على الدايود، الفولتية على الدايود شو أقول؟ فولتية الأنبوت ناقص فولتية الأوتبوت ينطيني الفولتية على الدايود. فولتية الأنبوت مطروحة من فولتية الأوتبوت ينطيني الفولتية على هذا الدايود، على هذا الدايود. فولتية الانبوت ناقص فولتية الاوتبوت يعطيني الفولتية هنا. ففولتية الانبوت هذه، فولتية الاوتبوت هذه نطرحها، هذه ناقص هذه يعطيني صفر، هاي الفولتية ناقص صفر يعطيني هاي الفولتية، فالفولتية على الدايود هي هذه. هسه عندي بعض القوانين لهذه الدائرة. أول قانون فولتية الأوتبوت أو فولتية الأفريج، يعني فولتية الأوتبوت أو فولتية الأفريج أو فولتية الدي سي تساوي لي 1/2 باي تكامل من الصفر إلى الباي في إم ساين ثيتا أوميجا تي دي أوميجا تي. هذا القانون شلون حصلته؟ هذا قانون المساحات. فإذا أرجع للرسمة مالتي، إذا أرجع لهذه الرسمة، ففولتية الأوتبوت، فولتية الأوتبوت هي هذه فقط. أنا الحدود مالتي من الصفر للتو باي، لأن أنا شغلت مرة الموجبة مرة الموجة السالبة، فحدود التكامل مالتي من الصفر للتو باي، العفو المساحة مالتي هي من الصفر للتو باي، بينما حدود التكامل هو من الصفر إلى الباي، لأن هنا المساحة هنا تساوي لي صفر. من الباي للتو باي المساحة مالتي صفر، فيصير حدود التكامل من الصفر إلى الباي 1/2 باي، 1/2 باي المساحة الكلية، 1/2 باي أو أقصد الزمن الكلي 1/2 باي، حدود التكامل من صفر إلى باي. هذا هو قاعد يمشي المنحني في ام ساين اوميجا تي، انا قاعد اكامل بالنسبة للاوميجا تي اللي هو هذا التايم. اعيد من جديد، حدود التكامل التايم مالتي من الصفر الى التو باي، التايم مالتي فاقول 1/2 باي، حدود التكامل من الصفر الى الباي هنا، هذا حدود التكامل مالتي، هذا قاعد يمشي المنحني في ام ساين اوميجا تي، انا راح اكامل بالنسبة للاوميجا تي دي اوميجا تي.
فراح احصل الرسمة المعادلة مالت هذه، واحد على تايم، التايم 2 باي من صفر للباي المالتي المنحني من الصفر للباي في ام ساين اوميجا تي دي تي. طبعا هذه من اكاملها الفي ام تطلع خارج قوس، الساين التكامل مالتها سالب كوساين، مرة عوض صفر مرة عوض باي، بالناتج الاخير راح يعوض عندي في ام على باي. التيار هي في اوت بوت الى ار، واحنا حكيناها قلنا انه التيار مالتي هو الفولتيه تقسيم هاي الفولتيه الفي ام، هاي كلها تقسيم الار، هذه المقاومه مالتي الار لان فقط ار راح ينطيني التيار. اذا اريد في ار ام اس، الفي ار ام اس هو معدل المين سكوير، روت مين سكوير المعدل. فهنا اشرح يكون عندي نفسها هي هذه الفولتيه مالت الاوتبوت راح اجذرها واربحها. فهنا نفس هذه بس مجرد اجذرها واربحها راح تطلع عندي في ام الى 2 باي. هذه في ار ام اس معدل الفولتيه. زين، معدل التيار اي ار ام اس هو في ام الى 2R، VM الى 2R، يعني نفسها هي هذه الفولتية الى المقاومة، فالفولتية هي VM الى 2 تقسيم المقاومة. فهنا عندي مجموعة من القوانين المهمة، طبعا القوانين المهمة تنتهي الى هذا اول بلوك. فعند الافرج فاليو اللي اشتقيناها هي ال VDC VM الى باي، الافرج فاليو اوف كرنت في دي سي على ار، الفي دي سي في ام الى باي تقسيم الار، الار ام اس فاليو اوف اوت بوت فولتج، ار ام اس فاليو اوف اوت بوت فولتج، هذه ار ام اس، هذه افرج فاليو، فالار ام اس في ام الى 2، ار ام اس فاليو اوف لود كرنت في ار ام اس الى ار، بيك انفيرس فولتج اكروس الدايود، البي في اللي هي مختصر بيك انفيرس فولتج هي الفي ام، وهذه احنا ايضا رسمناها، هذه ايضا رسمناها اللي هي هذه اللي هي هذه فولتيه بيك انفيرس اللي هي هذه اللي هي الفولتيه هي نفسها الفي ام. زين، efficiency of rectifier، efficiency of rectifier ساو باور دي سي الى باور اي سي، الباور دي سي في دي سي في اي دي سي، الباور اي سي في ار ام اس في ار ام اس. اذا اريد ال effective ار ام اس value of اي سي component اقول ال effective هو في اي سي تحت الجذر في ار ام اس تربيع ناقص في دي سي تربيع. بصراحة يعني الفورم فاكتور والريبل فاكتور ما أأكد عليهم، بس هذه أنا نطيتها لكم للمعلومات، الفورم فاكتور والريبل فاكتور. بس أكو موضوع أهم اللي هو الباور فاكتور راح ناخذه بعدين أثناء المسائل الرياضية. راح نشوف الباور فاكتور شلون يظهر عندنا حسابيا. زين، هسه عندنا اذا الدائره موجود هنا ملف، اذا الدائره موجود هنا ملف، طبعا هذا الدايود هو فري ويلينج دايود، بعدين نقول شنو هذا اهميه الفري ويلينج دايود. هسه اذا الدائره عندي مقاومه وملف، قبل كانت عندي الدائره فقط مقاومه، هسه اذا مقاومه وملف، اذا مقاومه وملف، اذا مقاومه وملف، شوف الانبوت هو هذا مالتي، هنا الاوتبوت، الاوتبوت كان ينتهي للصفر، يعني ينتهي من الصفر الى هذه النقطة اللي هي الباي. الملف هنا بداية انا عندي هنا كانت فولتية، هاي الفولتية بالفورورد راح تعبر الى هذا اللود، اللود عبارة عن مقاومة وملف، من عبرة هاي الفولتية الى اللود راح يبدي هذا الملف
يخزن لي طاقة على شكل مجال مغناطيسي. لحظة بعدين من تجي الموجة السالبة، من تجي هذه الموجة السالبة، من تجي الموجة السالبة، راح هذا الدايود شبيه شو يكون؟ اوبن. قلنا من تجي الموجة السالبة هذا الدايود يكون اوبن، راح يبدي هذا الملف يفرغ الفولتية اللي كان خازنها، زين، على شكل مجال مغناطيسي راح يفرغها. من يبدي يفرغ يعني شنو؟ هنا صار عندي العفو، هنا من يبدي يفرغ راح يبدي يفرغ الى ان تنتهي هنا. ايش قد هو خزن، ايش قد فولتية خزن، راح يبدي يفرغ الى ان تنتهي هذه، هذه نقطة الانتهاء نسميها الزاوية بيتا. بصراحة بعض الكتب يكتبها ابساي، بعض الكتب يكتبها بيتا، احنا اهم شيء ما يعني نعرف انه اذا اكو ملف، اذا اكو ملف والدائرة اوبن، يبدي هذا الملف يفرغ الفولتية مالته على اللود، فراح يكون الرسمة مالتي من الصفر الى الباي الى البيت. طبعا هذه راح ناخذها بالمختبر وراح نشوفها، وبالعملي راح اشرحها لكم اكثر افضل، حتى تشوفون الموجة شلون تظهر على السبورة، نشوفها شلون تظهر. هذه الموجة اللي ظهرت كسالب تعتبر لوسز، يعني تعتبر لوسز وتعتبر شيء مو صحيح، لان هنا راح هذا كانما انا عندي طلع كانما اي سي، انا اريد بيور دي سي، فهذا الجزء السالب راح ياخذ لي جزء من هذا الموجب، فتقريبا الباور او الافشنسي راح تقل. فحتى اتخلص من هذا، حتى اتخلص من الجزء السالب، ايش اضيف هنا؟ فري ويلينج دايود، اضيف فري ويلينج دايود حتى هذا الملف شبي ما يبدي يفرغ لي الفولتية مالتي من يكون هنا الدائرة مالتي اوبن. فاذا اضيف الفري ويلينج دايود هذه الاشارة ما راح تظهر السالبة. هسه اذا ما موجود الفري ويلينج دايود، هسه راح تظهر هاي الاشارة السالبة كلود، كتيار لود، كتيار لود، راح يكون الفولتية مالتي من هذه إلى هنا كتيار لود، ك العفو كفولتية على الدايود هذا، كفولتية على الدايود هذا، ايش راح تكون؟ فولتية الانبوت ناقص فولتية الاوتبوت، فراح يكون هاي الفولتية ناقص هاي الفولتية ينطيني صفر إلى الباي. بعدين هذه الفولتية ناقص هاي الفولتية راح يقتطع هذا الجزء، شوفه، اذا تشوف هنا هاي الفولتية ما ظاهرة كلها السالبة، مقطوع من عندها جزء بسبب الملف، هذه بسبب الملف، زين. هسه راح انتقل الى الفولتية الدي سي شلون تنحسب اذا عندي موجود الملف. فالافريج فاليو of output راح تكون Vm إلى 2 باي 1 ناقص كوساين باي زائد ثيتا. طبعا هاي الثيتا هي نفسها البيتا اللي احنا شفناها، يعني هذه هي نفسها البيتا، لحظة، هذه هي نفسها البيتا، انا هنا كتبتها ثيتا، الثيتا هي تان انفيرس اوميجا ال الى ار، الاوميجا 2 باي اف، الاي دي سي في دي سي على ار، هاي الفي دي سي الى ال ار. طبعا هنا لحظة، هنا جاي يشوف الدايود الكونتاكت مالته، هذا دايود 1 جاي يشوفه الكونتاكت مالته، يعني انا مكان ما يشتغل هو الدايود مخليه ببالي انه يشتغل من الصفر للباي، راح يبدي يشتغل من الصفر الى هذه النقطة، زين. هنا
هنا شوف ايش قايل لك. The average value of the output power and enhance the current can be increased by making theta تساوي صفر. او البيتا يعني هنا انا اذا اخليها صفر شلون هاي اخليها صفر الثيتا؟ شلون الجزء السالب ما اخليه يظهر لي؟ الجزء السالب هذا ما اخليه يظهر لي، مجرد اضيف شنو؟ الفري ويلينج دايود. فهنا جاي يقول which is possible by adding a free ويلينج دايود. اذا من اخلي الفري ويلينج دايود راح ما تظهر لي هذا الجزء السالب، فهنا الثيتا راح تكون عندي صفر، قيمتها صفر، فراح يرجع للقانون كانما طبيعي، هذا راح يصير كون صفر، راح يكون في ال 2 باي 1 ناقص كوساين الباي. طبعا هذا سؤال for single phase half wave rectifier. The source is sinusoidal 120 RMS at frequency 50 Hz. Resistance load 5 ohm. احسب لي الافريج كرنت لود كرنت، احسب لي الافريج باور ابزيرد باي ذا لود اند باور فاكتور اوف ذا سيركت. هذه اريدكم تحلوها ان شاء الله وتشوفون اياها بالمختبر، اشوفها بالمختبر تطبيق مباشر، انتم العام ماخذيها هاي الدائره مع استاذ علي جاسم. اليوم هذه دائره ثانيه راح ناخذها اليوم، دائره مهمه راح نوضع هنا شنو ريكتيفاير، راح نوضع هنا شوف ايش كتبتها اني كنترولد هالف ويف. هنا ايش وضعت؟ وضعت الثايرستر. الثايرستر فرقه عن الدايود، الدايود مجرد اطبق عليه الدائره مطبق عليه الفولتيه الدايود راح يشتغل، بينما الثايرستر انا حتى اذا اطبق الفولتيه راح ما يشتغل حتى تجي له شنو بلس عن طريق هذا تيار الجيت. فالثايرستر هو من تصنيفات الترانزستور ويا تصنيفات الترانزستور، فهو 3 terminals يعني اللي يكون انود وكاثود والجيت. طبعا الجيت الى دائره خاصه به ايضا راح ناخذها بالعملي، دائره خاصه به شلون تشتغل الجيت بالنسبه للثايرستور. فالدائرة مالتي هي هذه، طبعا نفس شرح الدايود ما يختلف اي شيء، نفس شرح الدايود ما يختلف اي شيء عنه، بس مجرد انه اني راح اشوف احنا شو نقول عن الدايود. الدايود اذا اجت هنا موجة موجبة، يعني هسه هذه موجة موجبة، هذه الموجة الموجبة وهذه هي الموجة سالبة. زين اذا اجت الموجة الموجبة راح الفولتية هذه موجب سالب، هذا راح يكون على اعتبار شورت سيركت، راح تتحول هاي الفولتية اللي هنا. بينما بالثايرستر موجة موجبة سالبة، راح نقول هذا الثايرستر مهيئ للاشتغال. شو وقت يشتغل؟ من تجيله تيار الجيت، من اطيه بلس لهذا الجيت. ففي حالة انطيت بلس لهذا الجيت راح تبدأ تتحول هاي الفولتية إلى المن؟ إلى الفولتية اللود. فولتية الانبوت راح تتحول لي إلى فولتية اللود. شلون أني أنطيها؟ عن طريق قدح هذا الثايرستر. فالاوتبوت مالتي المفروض هاي الفولتية كلها تظهر على الاوتبوت، بس هي ما راح تظهر كلها نفس الدايود. الدايود هاي الفولتية كلها راح تظهر، الموجة السالبة ما تظهر. بالثايرستر هاي الفولتية ايضا راح تقتطع. ليش؟ لان هنا تيار الجيت هي صحيح مهيئة ان تعبر، بس شو وقت تعبر؟ من انا انطي الجيت. فلو نفرض انه انا انطيتها بهاي اللحظة، اذا راح تبدي تظهر من الفولتية الى هاي النقطة. يعني الفولتية راح تكون قبل من الصفر للباي، حدود التكامل مالتي، هسه راح تكون من الفا الى الباي. فراح نشوف نفس القانون مالت الدي سي اللي كان دايود، بس مجرد هنا شضفت كان من الصفر للباي، هسه صار من الفا الى الباي، فراح يكون عندي في ام الى 2 باي 1 زائد كوساين ثابت الفا. الار ام اس
الار ام اس تحت الجذر، قلنا نفس الشيء نفس هذا القانون، هو تحت الجذر بس اخلي له هنا تربيع وهذا اخلي له الجذر، فراح يكون عندي الفي ار ام اس القانون الاخير هو في ام على باي تحت الجذر 1 ناقص الفا الى باي زائد ساين 2 الفا الى 2 باي. ايضا اذا عندي لود، اذا عندي ملف راح يبدي يظهر الجزء السالب، راح يبدي يظهر عندي الجزء السالب، وابي ايضا احاول اخلي له ريكتيفاير اللي هو الفري ويلنج دايود حتى حتى الغي هذا الجزء السالب. طبعا اني مجرد انطيت فد هنت بسيط عن هذه الدائره، الاسبوع القادم الاسبوع القادم راح ابدي اشرح هذه الدائره كامله، لان حتى ما اخلي الفيديو يعبر 30 دقيقه. شكرا جزيلا لاصغائكم، اتمنى لكم الصحه والسلامه.